أهلا بكم. مندوبة عن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، افتتحت وزيرة الثقافة بسمة النسور حفل إطلاق فعاليات مهرجان الفحيص الأردن تاريخ وحضارة لدورته 27 بمشاركة محلية وعربية واسعة. التفاصيل في هذا التقرير. أوقدت وزيرة الثقافة بسمة النسور شعلة مهرجان الفحيص معلنة انطلاق فعالياته التي استمرت أسبوعاً، حملت هذا العام وكل معتاد شعار الأردن تاريخ وحضارة. وتحدث مدير المهرجان رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي في حفل الافتتاح الذي حضره عدد من نواب ووجهاء محافظة البلقاء، كبير من المسؤولين والآباء الكهنة والمدعوين وأبناء منطقة الفحيص، وقال: نحن في مهرجان الفحيص ننتمي لهذا الحلم ونطوق للوصول إليه. ما كان لنا أن نصل إلا بفضل رعاية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد المعظم حفظه الله ورعاه، وقد بذلنا قصارى جهدنا لنكون أهلاً لهذه الرعاية الكريمة، ونعد سموه بأن تبقى عيوننا شامخة إلى المستقبل، وأن نسعى لترسيخ القيم الإنسانية والحضارية. ما زال مهرجان الفحيص يحظى برعاية سمو الأمير الحسين ولي العهد الذي لم يبخل عليه بالرعاية والمتابعة في وقت لا زال المهرجان أميناً للثوابت التي انطلق من أجلها والأهداف التي وضعها. كما ألقى المهندس جمال حتى الرئيس بلدية الفحيص كلمة أكد فيها أن الاستثمار بالشباب المتسلح بالعلم والمعرفة وروح المبادرة والعطاء هو عنوان التقدم والمستقبل لبلدنا الحبيب، مبيناً في كلمته أن مدينة الفحيص تقدم رسالة وطنية بامتياز من خلال المهرجان الذي يعتبر نموذجاً وطنياً ورسالة قوية بأننا في الأردن قادرون على أن نوفر مراسم الاحتفال والفرح رغم كل الصعاب والعواصف التي اجتاحت مشرقنا المتألم. وأتشرف بأن أشكر سموه مرة أخرى باسم أهل الفحيص من قلوبنا جميعاً على رعايته السامية لمهرجان الفحيص الأردن تاريخ وحضارة، ضارعين إلى الله القدير أن يحفظ جلالته وبلدنا الحبيب ويرعى سموه بعنايته وبركته، وأن يحفظ الأردن الأرض والإنسان والوطن عزيزاً أبياً كريماً وآمناً. وكلنا أمل أن نتشرف العام القادم مرة أخرى برعاية سموه السامية بإضاءة شعلة مهرجان الفحيص 28، وقد أطلقنا مشروع مدينتنا برعاية سموه، وتحققت آمالنا بمزيد من التقدم والازدهار والبناء والعمل لبلدنا الحبيب. والسلام عليكم، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير ومحبة وسلام. وفي حفل الافتتاح قدمت فقرات فنية وغنائية وثقافية وفلكلورية من التراث الأردني والفلسطيني، كما استمع الحضور لمجموعة الأغاني الوطنية أداها فنانون أردنيون وعرب. وتضمن مهرجان هذا العام الذي أقيم على المسرح الرئيسي في دير الروم الأرثوذكس بالفحيص على فعاليات متنوعة في الفن والشعر والموسيقى وتسليط الضوء على الشخصيات الأردنية، إضافة إلى التركيز على الحرف اليدوية. وخلال المهرجان تم تكريم عدد من الرواد والشخصيات التي لها بصمة في تاريخ الأردن.
أشكي يا غالي من ضربي.